سفين الجيش او مع صدر الجيش بسرعه فائقه مع ثلاث سفين، شو راح اعمل فيهم؟ راح اقطعهم كمين هيك مربعات مثل كانه راس عصفور مش كتير كبار. طلعوا شو حلوين بهالطريقه هيك. وانا عندي المقلي كمان على النار، راح كمان ولع تحتها وبنبلش كمان نجمع المقادير مع بعضهم. راح نبلش اكيد بالدجاج، وراح يكون عندي البصل الاخضر، راح يكون عندي الكزبره، راح يكون عندي الزنجبيل، راح يكون عندي الثوم، راح يكون عندي البازيلا، راح يكون عندي حليب جوز الهند، عصير الحامض، عندي كمان الصويا، وعندي من الاناناس. لكل كوب واحد من الكينوا ان كان احمر او اسود او ابيض بده كوبين او كوبين ونص من المرقة او من المي العادية مثل كأنه رز. انا عم بغليهم، طلعوا كيف حطيت لهم كمية من المي اكتر، شايفين؟ لانه بدي صفيهم انا من المي، يعني ما بدي اعملهم على البخار. يعني نحن بحال بدنا نعملهم مثل ما بنعمل الرز، منحط كوب من الكينوا مع شوي صغيرة من الزيت، ومنحط عليهم المرقة المغلية 2 كوب 2 كوب ونص، ومنسكر عليهم تنشف المي بيستويوا الكينوا. زيت الزيتون اوكي بهالطريقة، بس يحمق اكيد الزيت منبلش نحط المكونات اللي عندنا. رح نصفي الكينوا اللي عندي، طلعوا كيف، منصفي كل الكينوا. وبجي انا من بعد تصفية الكينوا نصفيهم على الاخر ومنحطهم بقلب وعاء بهالطريقة، منحرك شوية زيت عليهم يعني حوالي الملعقة، ومنحطهم على جنب ودغري هلا السفاين على الزيت. هالاناناس الموجود قدامنا رح اخد 2 منهم، رح نقطعهم كمان بهالطريقة هيك، رح تشوفوا كمان مربعات. منبلش هلا منحط عليهم من البصل الاخضر الجرين انيون، حلوين، وكمان من التوميت او هيدا الزنجبيل، طلعوا الزنجبيلات الحلوين هون، من التوم، وراح ناخذ كمان شوي صغيره من الكزبره. اختلطوا هلا كل المكونات بقلب بعضها، بضيف انا كمان عليهم الاناناس، طلعوا كيف هيك بنعطيهم كمان الحلاوه بالطعمه. دقيقتين على القد، ومنبلش نضيف حليب جوز الهند والكينوا على الخليط. طلعوا البازيلا، واو كم حبه بازيلا خضراء حلوين. راح نروح كمان على نتفه صغيره من الصويا صوص، ما منكتر شوي صغيره، طلعوا كيف. وبعدين منضيف شوي بالاخر نتفه صغيره من عصير الليمون او الحامض، ما كتير. بعدين منضيف بالاخر شوي، طلعوا شو عملوا لي هل اللون الحلو يلي عم يعطيني هلا على الدجاج مع البازيلا، بس هلا بوضع الكينوا. طلعوا كيف هيدي الكينوا صارت عنا اياها بقلب الخليط معهم، وبحط من حليب جوز الهند، وبنتركهم حوالي 7 دقائق 8 دقائق تنشف او ينشف هالطبق قبل التقديم. هلا بحط نتفه صغيره كمان من الفلفل عليهم هيك، نتفه صغيره كمان من الملحات الحلوين، وبننتقل على طبقنا اللي زينا الطبق بالاناناس وبكمان تومات السوريز وبالاونديف. لكن كينوا مع سفينة الدجاج او مع صدر الدجاج مع الاناناس بطريقة كمان كتير حلوة. طلعوا كيف كمان ناخد هالسفين الحلوين